الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤيت أكل الفول المدمس في المنام علامة على الزواج القريب للفتاة العزباء، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل الفول المدمس في المنام تكون إشارة على حصوله على الكثير من الأخبار الجديدة في حياته. رؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بأكل الفول المدمس علامة على الخير والرزق الوفير لها الأيام القادمة، والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أكل الفول المدمس في المنام إشارة على الذرية الصالحة لها، والله أعلم. من يرى أنه يأكل الفول المدمس علامة على تيسير الأمور والراحة النفسية في الحياة له، والله أعلم. من يرى نبتة الفول في المنام علامة على تحقيق الأحلام والطموحات في الحياة. حلم نبتة الفول في المنام تكون إشارة على الوصول للأهداف وتحقيقها. إذا رأى الشخص نبتة الفول التالفة في المنام تكون إشارة على الضائقة المادية الكبيرة التي تحدث له. رؤية نبتة الفول في المنام تكون إشارة على الرزق الوفير والبركة في المال. رؤية إعطاء الإنسان الميت الفول الأخضر تكون إشارة على بعض الهموم والأحزان في الحياة. إعطاء الميت فول أخضر في المنام علامة على الأزمات التي يعيش فيها الشخص. من يرى أنه يعطي الميت فول أخضر في المنام إشارة على الموت القريب لصاحب الرؤية، والله أعلم. إعطاء الميت فول أخضر في المنام تكون إشارة على المشاكل التي توجد في حياة صاحب الرؤية، والله أعلم. من يرى أنه يقوم بقطف الفول الأخضر في المنام علامة على بشرة خير له. من يرى قطف الفول الأخضر في الحلم إشارة على تعبه وشقاء في تحقيق الأمنيات، والله أعلم. قطف الفول الأخضر في المنام علامة على إصرار صاحب الرؤية لتحقيق أهدافه وأحلامه. إذا رأى الشخص أنه يقوم بقطف الفول الأخضر تكون إشارة على النجاحات القريبة وسعادة له، والله أعلم. رؤية الفول المدمس في المنام علامة على الأخبار السعيدة له. من يرى أنه يأكل الفول المدمس علامة على الرزق الوفير له. حلم الشخص أنه يأكل الفول والخبز معا علامة على ترقية قريبة في العمل وسعة في المال، والله أعلم. رؤية أكل الفول مع الخبز في المنام علامة على الأموال الكثيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤية في حياته الأيام القادمة، والله أعلم وأعلم. تقشير الفول الأخضر في المنام علامة على الرزق الحلال الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.